زار عضو هيئة رئاسة مجلس الانتقال الجنوبي علي الكثيري ورئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس بحضرموت العميد الركن سعيد المحمدي مبنى المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية بساحل حضرموت وقدم المدير العام لفرع المؤسسة المهندس علي بارجة شرحا مفصلا عن جهود الفرع في سبيل تعزيز الخدمات المقدمة للمشتركين بالمحافظة وأكد بارج أن سير أعمال التوسعة في مشروع عدن نت بالمكلا الذي دعمته دولة الإمارات العربية سيكون جاهزا للتشغيل خلال الأيام القليلة القادمة فيما ثمن الكثير والمحمدي إسهامات دولة الإمارات لدعمها لقطاع الاتصالات ومساهمتها في إيصال شبكة عدن نت إلى حضرموت ومختلف محافظات الجنوب